الزيارات المليونية ما كان عرفنا هي مليونية لولا كان هناك إعلام وعدسات نقلت هذه الصورة المشرقة عن هذه الأيام المباركة. أبطال وظفوا إمكاناتهم ومهاراتهم الفنية لنقل قضية الإمام الحسين للعالم أجمع لحد ما وصلت إلى هذه الصورة اللي نشوفها الآن. حقيقة قسم الإعلام واحد من أهم الأقسام في العتبة العباسية المقدسة، كونه معني بصياغة الخطاب الإعلامي للعتبة العباسية المقدسة، ويمثل نقطة التواصل ما بين العتبة العباسية المقدسة وما يجري في كربلاء خلال زيارة الأربعين وجميع المحبين والموالين لأهل البيت في كل مكان وزمان. أيضا كونه معني بمهمتين أساسيتين، هذه المهمتين هي أولا توثيق ما يجري في كربلاء للأجيال القادمة، لأنه نحن نعيش في أيام استثنائية. هذه الأيام هي نعمة كبيرة أن تكون هنالك حرية كبيرة للإعلام في توثيق ما يجري. قسم الإعلام يمثل حلقة الوصل بين العتبة وكربلاء المقدسة وبين الزائرين السائرين نحو كربلاء وبين الموالين الذين يسكنون في دول متعددة. قسم لديه مجموعة من المراكز والشعب، هذه المراكز والشعب المتخصصة في مختلف الفنون الصحفية والإعلامية من المطبوع والمقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني. لذلك تعمد هذه المراكز والشعب على تقديم الخدمات الإعلامية وتجتهد بتقديم أنواع الخدمات الإعلامية خلال فترة زيارة الأربعين. طبعاً الاستعدادات تبدأ مبكراً جداً، فالاستعدادات للسنة المقبلة بدأت من الآن قبل أن تنتهي الزيارة الأربعينية، من خلال تدوين العقبات والمشاكل التي تحصل وتدوين الملاحظات التي ترد إلينا من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الزائرة. فنستعد من الآن إلى العام المقبل، ويتم العمل على تسهيل عملية حركة الإعلاميين في داخل العتبة العباسية المقدسة وبين الحرمين ومقتربات العتبة العباسية المقدسة. افتتاح المركز الإعلامي لهذا العام 1445، هذا المركز الإعلامي معني بتقديم الخدمات اللوجستية إلى الإعلاميين من خلال إصدار الباجات وتوفير أماكن لحفظ الأمتعة والحقائب والمعدات، إضافة إلى توفير مجموعة من الحاسبات لرفع المواد الإعلامية إلى قنواتهم، إضافة إلى أماكن للاستراحة وأماكن للضيافة. هذه الخدمات لم تأتي بناء على طلب الأخوة الإعلاميين، وإنما مبادرة من العتبة العباسية المقدسة وإحساسنا بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأخوة الأحبة. لذلك كان لزاما علينا أن نقدم هذه الخدمات. احنا الان في منظومة البث المباشر التابعة الى قسم الاعلام في العتبة العباسية المقدسة، والذي يعتبر واحد من اهم الاقسام بالعتبة المطهرة، بدءا من هذه المنظومة اللي توصل صورة لاقصى نقطة في العالم ولكل القنوات مجانا وبخاصية الفيد كلين، فضلا عن انتاج البرامج التلفزيونية والافلام الوثائقية والسينمائية، بالاضافة الى كل الاعمال الفنية والخبرية. الخدمات تنقسم إلى نوعين مهمين. النوع الأول يقدم عبر مركز الكفيل للإنتاج الفني والبث المباشر، البث المباشر الذي ينطلق من نقطتين مهمتين، الأولى في سطح المولى أبي الفضل العباس سلام الله عليه، هنالك بث من داخل منظومة البث المباشر التي تنقل الصلوات وتنقل ما يجري في داخل العتبة العباسية المقدسة ومقترباتها، إضافة إلى
تسجيل حركة المواكب بين الحرمين وداخل العتبة العباسية المقدسة. النقطة الثانية هي ترافق الزائرين من رأس البيشة من البصرة وصولا إلى كربلاء عبر سيارة الاس ان جي وجهاز اللايفيو. هذه الفرق الإعلامية التي تنتشر على محاور كربلاء المقدسة، جميعها تقدم خدمات الإعلامية إلى القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والصحف أيضا. لدينا مجموعة كبيرة من الإنسيرتات يقدمها مركز الكفيل للإنتاج الفني والبث المباشر. هذا المركز يقدم مجموعة كبيرة من الإنسيرتات والفيديوهات والصور المتنوعة في دكلين، تستفيد منها أكثر من 50 قناة فضائية. هذه القنوات الفضائية تنقل عبر ترددات مركز الكفيل وتضع اللوجو والشعار الخاص بها. طبعا هذه الخدمة توفر جهود كبيرة على القنوات الفضائية وتوفر أموال كبيرة أيضا، لأنها تختصر عملية شراء أجهزة الـ SNG والبث. وهذه الرؤية تأتي من العتبة العباسية المقدسة لتوفير خدمات كبيرة بدون شعار، هي تؤسس لمدرسة إعلامية جديدة. لأن كما يعرف الجميع أن جميع الحقوق محفوظة في الإعلام، إلا أنه في إعلام العتبة العباسية المقدسة وبتوجيهات سماحة السيد المتولي الشرعي سيد أحمد الصافي دام عزه، هي أن نكون كرماء بالإعلام ونقدم كل هذه الخدمات إلى الإخوة الإعلاميين في مختلف القنوات الفضائية ومختلف الجنسيات والقوميات. الخط الثاني من الخدمات يقدم عبر مركز التنسيق الإعلامي والمركز الإعلامي الذي افتتح قريبا، الذي يقدم هذه التسهيلات بشكل مباشر إلى الإخوة الإعلاميين، بالإضافة إلى المركز الخبري والمركز الإعلام المقروء وشعب تقنية المعلومات والكثير من الشعب التخصصية التي تقدم هذه الخدمات الإعلامية إلى المواطنين بشكل مباشر، وتقدم المعلومة الحقيقية وما يجري في كربلاء، لأن ما يجري في كربلاء اليوم هو استثنائي بكل المقاييس، ونحن بحاجة إلى توثيق هذه الأحداث التي تجري على أرض كربلاء، وأيضا إيصالها إلى كل الناس، لكل المشتاقين لأهل البيت سلام الله عليهم.